مساء الخير عليكم ومساء جديد وكل سنة وانتم طيبين وحلقة جديدة من هو وهي. النهاردة أول حلقة ليا أنا ودارين في السنة الجديدة، فيا رب تكون سنة سعيدة عليكم وعلينا وعلى كل الناس، وتكون سنة فيها تحقيق الأمنيات والأحلام، ويا رب سنة تعود يعني يكون فيها كل الخير كل الخير. النهاردة هيكون معانا فقرتين مميزين جدا. تاني فقرة هيكون معانا مطرب هنسمع منه أغاني وطرب وهنعرف حكايته، والفقرة الأولى هنتكلم عن هي ليه الحلوة حظها وحش. بس الأول خلوني أرحب بزميلتي اللي منوراني واللي بتوحشني كل أسبوع، دارين. ازيك يا منى؟ ازيك يا دودو؟ مساء الخير عليكم وعلى كل متابعين قناة الصحة والجمال وكل متابعين برنامجنا هو وهي. طبعا أول حاجة كل سنة وانتم طيبين، اخواتنا المسيحيين 7 يناير وحشتونا جدا جدا جدا، ومبسوطين قوي ان احنا بنبدا السنه الجديده معاكم. انتوا ليكم معزه خاصه عندنا. النهارده موضوع حلقتنا كل البنات بتتكلم فيه، ليه دايما البنت الحلوه بيبقى حظها وحش في الرجاله في الجواز عامه، بيبقى حظها مش حلو ليه بقى؟ عارفه طلع الموضوع ده مش شاغل بالنا احنا بس ولا شاغل بال الستات بس، لا ده كمان المفكرين هما كمان عملوا دراسه علشان يعرفوا هي ليه الحلوه حظها وحش. فطلع الموضوع مش بس كستات احنا عمالين نقول الحلوه حظها وحش، لا ده المفكرين فكروا وبداوا يعملوا دراسه وفعلا فعلا حطوا كذا نقطه ليه الحلوه من الستات حظها وحش. اول نقطه ان هي بتكون واثقه من نفسها قوي وعارفه ان هي حلوه، فمش بالسهل ان اي حد يكلمها. يعني بيبقى الراجل عنده رهبه شويه ان هو يكلمها، محتاجه راجل يكون واثق من نفسه عشان يقدر يكلمها. فاهمين يا دودو؟ ايوه، بتبقى عندها هي حاسه ان هي حلوه، وطبعا اللي حواليها نظراتهم ليها بتديها ثقه بالنفس ان هي عارفه قيمه نفسها وعارفه انها حلوه. بس في نقطه مهمه جدا، الجمال الخارجي مش كل حاجه، يعني ده بيبقى نسبه بسيطه او حاجه ما بتدومش، لكن اللي بيدوم الشخصيه. فجمالك اللي بره وثقتك بنفسك ده شيء جميل جدا وشيء هايل، بس لازم تبقى انت كمان زي ما انت واثقه في جمالك من بره لازم تبقي واثقه في جمالك من جوه، عشان دي الحاجه اللي هتفضل معاكي. صح مظبوط. اصل الجمال مش بس شكل، يعني جمال روح، جمال اخلاق، جمال طباع. لان حتى لو كنت الطباع دي اهم حاجه في الدنيا، حتى لو كنت جميله قوي خارجيا فطبيعي لما تيجي تتجوزي هو هيكون في معاشره، يعني هتكونوا انتوا الاثنين في بيت واحد، فمش بس الشكل هو اللي هياخده، لا هو محتاج معامله كويسه، محتاج تصرف، محتاج اخلاق منك، فده اهم بكتير من موضوع الجمال. وبعدين يعني الجمال طبعا ده شيء مهم جدا، ودي اول حاجه بتلفت النظر. دايما يقول لك العين بتشوف قبل القلب، دي حاجه مهمه جدا. بس يعني ما تخليش ثقتك بنفسك تخليكي تخسري حاجات حلوه، يعني مثلا تخسري ان انت ممكن تبقى شخصيتك حلوه لمجرد ان انت عارفه ان انت حلوه، فخلاص مش مشكله طباعك، مع ان الطباع دي اكتر حاجه مهمه. الشكل ده حاجه طبعا مهمه جدا ليكي، بس دي حاجه للناس بصراحه، يعني لو انت اتجوزتي دي هو هيشوفك حلوه، بس يعني ده نسبه للناس اكتر من هو ليه هو. اللي هيفضل معاه هو شخصيتك. احنا بقى عايزين حد جينا مكالمات من راي الرجاله ومن راي الستات، لو راجل يقول لنا تحب تاخد واحده بنت اهم حاجه عندك الجمال الخارجي ولا هتركز اكتر في الشخصيه؟ النقطه الثانيه كمان اللي اثبتتها الدراسه من المفكرين، ان النقطه الثانيه اللي بتخلي الست الحلوه حظها وحش ان بيكون قدامها اختيارات كتير، فمن كتر الاختيارات وطبعا بيكون في اكتر من حد معجب بيها واكتر من حد عاوز يتقدم لها وعاوز يرتبط بيها، فمن كتر الاختيارات هي بتتوه. يعني فكره ان هي فلان وفلان 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 اللي هو بالبلدي كده المثل الشهير من كتر عرسانها بارد، فده فعلا من كتر عرسانها فبيحصل لها دروب اللي هو بالظبط. هي دايما قاعده مستنيه، لا انا هيجي لي حاجه احسن، لا مش ده انا استاهل حاجه احلى من كده، عشان هي حاسه بقيمه نفسها قوي، مع ان هي بتضيع فرص من ايديها كويسه جدا. وساعات بقى لما بتوصل لسن معين الجمال بيروح، بتكتشف ان الجمال ده ما كانش كل حاجه وانها ضيعت من ايديها فرص كتير جدا. لو قولوا لنا لو واحده بنت انت حاسه بنفسك، كلنا طبعا ما فيش واحده ست مش حاسه نفسها حلوه، الا طبعا في نسبه هنتكلم عنها طبعا ان هما بيبقى عندهم شويه، مع انهم بيبقوا حلوين جدا بس هما مش حاسين بثقه في نفسهم. بس لو واحده بنت حلوه قولي لنا انت ايه اللي مخليكي حاسه نفسك حلوه؟ بترفضي عرسان عشان انت حلوه؟ ايه اللي معانا اول كده؟ اتصال اهو من اول ست معانا او من اول بنوته. مساء الخير ناديه من اسكندريه، مساء الخير. ازي حضرتك؟ ازي يا ناديه؟ مساء الخير، كل سنه وانت طيبه. دارين عامله ايه؟
الحمد لله، انا من اسكندريه وعايزه اكلم حضراتكم والله. الله يخليك. ايه رايك في موضوع حلقتنا؟ لا ده موضوع كبير قوي. الصوت مش واضح. ايوه الو. ايوه معاكي. استاذه ناديه ممكن تقعدي في حته فيها سيجنال شويه عشان احنا مش سامعينك. ناديه الصوت مش واضح خالص. ايوه كده الصوت واضح معاكي، اتكلمي. الصوت واضح؟ ايوه اتفضلي. طب يعني ليه فعلا الحلوه حظها قليل؟ ليه فعلا؟ يعني ما احنا اهو بنقول دلوقتي رغم ان انا كده على النت بقى عندي زياده عن 40 سنه وما جاليش عريس الا من حوالي شهر. لا لا احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع ما فيش حاجه اسمها لقب عانس. ده احنا عملنا حلقتين على الموضوع العانس. اوعي تقولي على نفسك عانس. لا يا جميل لا، يعني دلوقتي يعني في سؤال بس عايز اقوله للاستاذه منى. يعني انت عندك يا مستني يا ناديه، انت عندك 40 سنه 40 سنه وما اتجوزتيش بسبب العرسان الكتير؟ رغم ان انا كنت حلوه. كنت حلوه؟ انت كنت حلوه على فكره. ربنا يخليك استاذه دارين وربنا يخليك يا استاذه منى. بس انا عايزه اسال سؤال، يعني دلوقتي علشان خاطر هو مثلا عنده شقه يبقى انا اتحمل العفش واتحمل الاجهزه واتحمل كل الحاجات دي استاذه دارين؟ انت استاذه منى فعلا معقول كده؟ لا طبعا. لا طبعا المفترض انتوا الاثنين بتشاركوا في العفش وهو الجواز اصلا اتفاق. ايوه. لا يعني يحملني كل حاجه عشان سني عدى بقى عندي 40 سنه، يحملني الاجهزه والعفش وكله، فمين بقى يساعدني في ده كله استاذه دارين؟ انت ايه يعني عندك 40 سنه؟ اصلا ما تقعديش تقولي انا عندي 40 سنه وما تحسيش نفسك ان انت قليله او ان انت ناقصك حاجه، انت زي الفل. ولو هو ما قدركيش هيجي لك غيره وهيقدرك، ما انت ما تحسسيهوش ان انت فيكي عيب. يعني انت ما تستعجليش. اه يعني حتى لو عندك 40 سنه وهو بيفرض الشروط ديت والشروط دي مش مناسبه ليكي، لا برضه رفضي عادي. ان اقدر اجيب حاجتي برضه، يعني اختكم الكبير مامتكم. لا مش مامتنا ولا لا. حاجه، انت لسه عروسه. الله يخليك يا استاذه منى، الله يخليك يا استاذه دارين. بشكرك جدا على الاتصال يا ناديه، بشكرك جدا على الاتصال. هنستنى منك مكالمه ثانيه تكون ان شاء الله تفرحينا، تكوني حددتي ميعاد الفرح. بنشكرك يا ناديه على المداخله. يا جماعه نرجع تاني لحته عانس. مفيش واحده ست عانس، عشان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا. محدش يقول على نفسه عانس، واوعي تحسي نفسك ان انت ناقصك حاجه. اه يعني ممكن نقول مثلا احنا اتاخرنا شويه في موضوع الجواز او احنا بنفكر، يعني فاهم ازاي؟ بلاش كلمه عانس، احنا مش عاوزين لا عانس ولا مع النساء ولا حتى الراجل يعني. فاللي هو احنا بنفكر علشان الموضوع بجد محتاج تفكير مننا، لان احنا داخلين على مشروع جواز، فاتنين بيبنوا بيت، فمن حقي ومن حقه ان انت قليله في حاجه يفكر. بالظبط. اوعي تحسي ان انت قليله في حاجه، يعني انت زي الفل ومش ناقصك حاجه، وهو جاي لك وعارف سنك كام سنه، فهو قابل بالموضوع ده. انت بقى ما تحسيش ان هو بيتفضل عليك ان هو عمل كده. عايزين بقى نرجع للنقطه الثانيه اللي المفكرين قالوا بعد الدراسه. طبعا هي ليه الست الحلوه حظها وحش؟ فالنقطه الثانيه كانت الاختيارات الكتير، فمن كتر الاختيارات فالست بتكون تايهه، بتكون تايهه فعلا، اللي هو مش عارفه تختار مين. ما ده كويس وده كويس وده كويس، وكمان اللي حواليها زي ماما وبابا اخواتي، انت حلوه هيجي لك احسن استني. فتلاقي العمر فات فجاه وكبرت في السن ولسه ما اتجوزتش. ونسبه الحلاوه طبعا بعد حبه ما بتبقاش هي اللي كانت موجوده زمان. اه بتقل تدريجيا. بالظبط. بس الحلو بيفضل حلو يعني، بس اكيد مش بتبقي زي ما انت كنت عندك 20 سنه وانت حاسه بنفسك قوي وحاسه بحلاوتك قوي، فبترفضي اي حاجه بتجيلك كويسه لمجرد ان انت حاسه ان هيجي الاحسن. عارفه فيلم ايه اللي قال يعني او مثل المقوله دي اللي هي من كتر عرسانها بارت؟ هو فيلم طبعا شهير اكيد المشاهدين عارفينه، فيلم اسمه المرايه للفنانه الجميله الاموره نجلاء فتحي. عملت فيلم المرايه وكانت طبعا طالعه جميله، هي طبعا اصلا يعني مش محتاجه ان احنا نقول عليها جميله، هي اموره جدا. فمن كتر جمالها في الفيلم طلعت ان هي بارت، ومن كتر مامتها بتقول لها ارفضي هيجيلك احسن هيجيلك احسن، وبالفعل هي فاتها قطر الجواز. يعني اهم حاجه يا جماعه ان انتوا تبقوا عارفين ان الشخصيه ليها نسبه اكبر من الجمال. ولسه انا مستنيه مداخله من اي راجل يقول لي الجمال بالنسبه لك بيبقى كام في الميه من البنت. ده شيء مهم جدا. انت اهم حاجه عندك الجمال الخارجي اكيد، ما اعتقدش ان حد هي الجمال الخارجي مهم، بس هي اول حاجه بتلفت النظر. هو العين بتشوف الاول، بتلفت الراجل او بتلفت العين اللي هو الجمال الشكل، لكن طبعا بعد كده بيبقى عاوز بقى تصرفات وعاوز معامله وعاوز اخلاق، لان شخص كامل هو عاوز شخصيه كامله، مش مانيكان،
هو عاوز شخصيه كامله بالظبط. وانا بشوف ان اللي بيزود ان البنت ليه الحلوه حظها وحش، ان البنت هي بتكون السبب الاكبر في ده، بسبب ان هي دايما حاسه بقيمه نفسها. احنا بقى عايزين نتكلم في النقطه الثانيه، ان في بنات بيكونوا حلوين جدا ومحسوبين احلى من البنات اللي هم شايفين نفسهم حلوين، بس ما فيش ثقه بالنفس، ودي كارثه بقى. معاكي في ديت، لكن في حاجه تانية، في بنت بتكون حلوه قوي وواو وهي مش حاسه ان هي حلوه، بس مش معنى كده ان هي مش يعني ما عندهاش ثقه في نفسها، لا هي عندها ثقه وكل حاجه، بس هي شايفه نفسها عاديه، يعني هي شايفه نفسها مش جميله ولا واو، بتتعامل بطبيعيه وبتتعامل بتواضع ومش مغروره ولا بتتكبر على الناس، ورغم كده هي بتاخد نفس حظ الست اللي حظها وحش بسبب ان هي حلوه، وبرده الناس بتقلق منها، وبرده العرسان يعني معجبين كتير وكده، فطب ليه ما انا ممكن اروح اخد واحده عاديه ومبقاش فيها كم الاعجاب ده، وابقى انا عايش مستقر والدنيا رايقه. يعني في بنات كده، في بنات فعلا بيكونوا حلوين بس هم مش حاسين ان هم حلوين، بعيد بقى خالص عن فكره ان هم مش واثقين في نفسهم، لا هم واثقين في نفسهم بس انا مش شايفه نفسي حلوه، يعني عاديه. فاهمه الفكره؟ تلاقي مثلا اللي قدامك يقول لك ايه انت حلوه قوي، انت جميله قوي، انا شايفه نفسي عاديه، بنوت عاديه بالظبط، ملامح عاديه، بس بتحط في نفسي ايه، محسوبه مع الحلوين اللي حظهم وحش. في برضو نقطه مهمه جدا، في رجاله بتخاف قوي من قصه البنت الحلوه، انهم عارفين ان هي حاسه بنفسها قوي، فممكن تبقى شخصيتها مغروره، ممكن بعد حبه من الجواز مثلا يبداوا الناس يستكتروها عليه، فده طبعا بيضايق اي راجل، اللي هو تبقى المدام مثلا او لفت النظر، فكل اللي ماشي جنبه واو واو واو، او مثلا رايح حفله او رايح مع اصحابه، هو حتى لو مش ماشي بيبدا يشوف النظرات، بيشوف نظرات الناس، فبيتضايق اللي هو طب يعني اللي جنبي شكلها حلو، طب والناس بيستكتروها عليه، فده اكتر احساس يعني بيزعل الراجل اكيد، ان هو اولا مش يعني مش يعني مش قدير بيها. لا وفي كمان رجاله ما بيجوش بقى دايركت كده ويتكلموا، اللي هو انا متضايق علشان انت حلو، لا اكيد ما فيش راجل هيعمل كده، ما فيش راجل هيقول لها، بس بيطلع بقى المشاكل والخناقات بطريقه ثانيه، اللي هو فكره بقى ايه، اي موضوع تاني بس انا نكد عليكي بالظبط، اللي هو ما تحسيش بقيمه نفسك، ما تحسيش بحلاوه نفسك. وفي بقى رجاله نوع تاني برضو من الرجاله اللي هو بيستخدموا نظريه التكسير بالظبط، اللي هو انا اكسرك بقى، اللي هو ايه، على فكره انت مش حلوه، شايفه نفسك ايه، انت فيك عيوب، ويبدا يشتغل على العيوب على العيوب على العيوب، يهز ثقتك بنفسك، علشان يهز ثقتك بنفسك زي ما دارين قالت، ويحسسك ان انت مش حلوه وانك انت ما فيكيش حاجه، يعني واو ولا ايه الثقه دي كلها ليه، بيبقى هو اصلا ما عندوش ثقه في نفسه، هو لو عنده ثقه في نفسه هيكون فخور بيكي وبشخصيتك. انت عارفه ان هو في النقطه دي كمان بيبقى في رجاله في حكايه ان هو بيهز ثقته في نفسه، ما بيبقاش عايز الست اللي معاه مش بس ما تبقاش حلوه، ما تبقاش ناجحه دراسيا، ما تبقاش ناجحه مهنيا، يبقى هي ما تبقاش متفوقه عليه في اي حاجه، اي ما تبقاش واخده يعني السبوت لايت منه، يبقى الناس ما تبقاش باصه عليها اللي هو دي ست ناجحه، لا ما فيش حد يبقى ناجح او هي اعلى منه، اعلى منه مثلا في الشغل او اعلى منه في مرتبه اللي هو بالزبط. في الشغل او في الدراسه، ده في رجاله كمان معلش عشان برضو احنا عمالين نقول كتير، ده في رجاله مثلا لو هو مخلص دراسته لحد ليفل معين، ما تبقاش المدام او اللي معاه او اللي هو هيرتبط بيها تبقى اعلى منه في التعليم، فاللي هو اتعلمي لحد ما انا اتعلمت، لكن ما تعلميش اعلى مني، اللي هو بقى ماجستير دكتوراه اي حاجه بالظبط، عشان دي مع ان دي حاجه على فكره يعني واجهه مراتك من واجهتك، او واجهه خطيبتك من واجهتك، واجهه اختك من واجهتك، ما ينفعش تقلل منها، لان دي حاجه في وشكم انتوا الاثنين، حاجه بترجع لكم انتوا الاثنين، نجاحها من نجاحك، زي ما هو العكس، نجاحك من نجاح ان انت تبقى شخص ناجح في حياتك او في شغلك، ده يعني هيعود عليها هي كمان، دايما بيقول لك وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل امراه عظيمه رجل برضه. النقطة بقى الرابعة اللي قالوا عليها المفكرين في موضوع ان الست الحلوة حظها وحش، الاشاعات الكتير، بيكون في اشاعات كتير قوي على الست الحلوة، النفسنة يعني عارف نفسنة الستات من بعض، اللي هو نفضل نتكلم على بعض كده وفلانة مش عارفة ايه وفلانة ايه، كتر الاشاعات عليها بيخليها يعني بيحس هو ان اللي معاه دي كلام عليها كتير، فبيقلق لو مثلا هو لسه في بداية علاقة او في بداية خطوبة، فبيحس ان القلق عليها كتير والكلام عليها كتير، فهو نفسه بيبدا ان هو خلاص بقى عاوز يبعد، بيخاف طبعا بعد الجواز ان هو الناس تتكلم عليها اكتر بالظبط، فبيعمل ايه، فتلاقي نفسه بيبعد، ياخد خطوه لورا ويبعد بقى.
طب يعني طب فكر، طب مثلا اتاكد من المعلومه اللي انت سمعتها، ما هو جايز يكون الكلام ده كله فعلا اشاعات، ما هو جايز كل الكلام ده كذب علشان اللي معاك دي حد كويس وحد حلو. فاللي هو اتاكد الاول ما تمشيش ورا الاشاعات، لان ممكن كتير قوي تكون الاشاعات دي كذب. احنا برضو هنرجع لنفس النقطه، ان البنت هي اللي بتكون السبب الاكبر في ان هي بتخلي حظها وحش، مش كل حاجه دايما نرميها على الرجاله. انا دايما عندي اقتناع بكده، يعني ما تحسيش بقيمه نفسك، يعني طبعا تحسي بقيمه نفسك، بس ما تقعديش تقولي ده انا حلوه، ده انا استاهل حد احسن، ده لا لا ما تقعديش تعملي كده، عشان انت اللي بتبوظي حظك بايدك. اللي هو الغرور الزياده، يعني كل حاجه في الوسط حلو، يعني تبقي واثقه في نفسك، لو زادت هيبقى غرور، يعني تبقي واثقه في نفسك بس لو زادت شعره هتبقى غرور، والغرور وحش ومحدش بيحبه، لا من الناس ولا من اي حد ولا من اهلك على فكره. يعني حتى اهلك بعد حبه يعني هيقول لك، يعني معلش هنعمل ايه بحلقتك دي، بعد حبه يقول لك ماشي انت حلوه طبعا وزي القمر، اللي هم اكتر ناس بيبقوا سبورت ليكي، بس بعد حبه ما انت حلاوتك الخارجيه دي زي ما قلت لك مش يعني مش هتنفعك، حتى في شغلك مع لما تنزلي تشتغلي الناس مش هتشتغل مع شكلك، الناس هتشتغل مع شخصيتك، مع طباعك، مع طريقتك في الناس، يعني بطريقه تعاملك. ايوه يعني مفترض انا برضو كبنت حلوه او انا واثقه من نفسي ان انا حلوه اشتغل على النقطه دي، ان انا ما اخليش اللي قدامي يقفل مني، اللي هو من كتر انا واو انا حلوه انا ما فيش زي اللي هو كم الغرور ده بيخلي اللي قدامك خلاص مش عاوز يتعامل معاكي، انت يا ستي حلوه بس بعدي عني بقى خلاص. بتبقي ملفته لفتره اللي هو الاعجاب الاولاني، وفي رجاله في الاول بتحب فكره ان هو واحده بنت مغروره ومعجبه بنفسها، بس بعد حبه ما بيقدرش يستحمله، فلازم الشخصيه. وبعدين في بنات بقى بيبقوا اصلا مش حلوين بس شخصيتهم حلوه جدا، يعني الجمال الداخلي يعني بيطبع بره بقى، بتلاقي ان انت شايفاها الراجل شايفها او صحابها شايفينها احلى واحده في الدنيا عشان هي شخصيتها حلوه، فده اهم بقى. اللي هو بتبقى عارفه اللي هو فرفوشه، ابتسامه، كلامها حلو، متواضعه كده، روحها حلوه، بتتعامل مع الناس من قلبها، فتحسي دي اهم بكتير قوي من فكره الجمال ولا الحلاوه الخارجيه. ممكن تكوني حلوه بس يعني دمك تقيل، لكن ممكن تكوني بسيطه، جمال متوسط. طبعا كلنا حلوين وكلنا خلقت ربنا وكلنا حلوين، لكن ممكن يكون جمالك بسيط ورغم كده انت دمك خفيف قوي، واللي بيقعد معاكي ما بيشبعش منك وبيحس ان انت فعلا اجتماعيه وفيكي صفات تانية. فاكيد كلنا فينا صفات حلوه، كل واحد فينا يدور على اللي جواه هلاقي فيه صفات حلوه كتير غير بقى الشكل الخارجي يعني. طب احنا عايزين برضو مداخله تانية، حد يقول لنا مثلا لو كان خاطب واحده، هل بعد حبه انت ما قدرتش تستحمل فكره ان هي يعني كانت شكلها بس اللي بره حلو، وبعد حبه لقيت ان هي شخصيتها مش نافعه، الجمال اللي بره ده ما فيش، انت لقيت من جوه زي ما بيقولوا كده لوح تلج، هي بارده، ما فيش اي رياكشن، ما فيش اي روح، ما فيش ايوه اي ايوه. اللي هو رايك ايه بقى يعني بعد ما خطبت او ارتبطت بواحده حلوه، انت رايك ايه؟ فعلا الجمال الخارجي اهم حاجه بالنسبه لك كراجل، ولا الجمال الداخلي، الجمال من جوه، جمال الاخلاق هو ده الاهم؟ ويا ترى برضو كرجاله تحبوا تتجوزوا او ترتبطوا بست جميله، ولا ده شيء مش في المقاييس بالنسبه لكم وممكن ترتبطوا عادي بست جمالها متوسط، ده بالنسبه لكم اريح في التعامل وفي الحياه؟ علشان الست الجميله بيبقى فيها تعب كتير قوي، كل ما هاجي اخرج بقى في ناس بتفكر كده، كل ما هاجي اخرج هتلم الناس حواليا، طب على ايه؟ ما انا اخرج عادي. طب انت عارفه برضو ان من احد المشاكل ان الست بتبقى حاسه نفسها حلوه قوي، بتبقى برضو عايزه راجل جنبها حلو بالظبط. صدقي لا ما بحسهاش خالص، هو عاده ما بيحصلش، بس هي الست بتبقى في نسبه ممكن من تستاهل انها تاخد راجل شكله هو كمان حلو. ممكن يعني ممكن في نسبه من البنات او من الستات بيبقى عاوزين شاب جميل او راجل فيه مقاييس معينه من الجمال، لكن انا بحس ان الستات اغلبيتهم ما بيفكروش في ناحيه الجمال دي خالص بالنسبه للراجل، يعني شكله حلو او شكله متوسط ده مش بنفكر فيه، احنا اهم حاجه عندنا يكون شخصيته قويه، يكون شخصيته حلوه، يكون فاهمني، بيحتويني، بيعرف يتكلم معايا، وقت زعلي بيعرف يهديني، ده اهم بكتير، بحس ان ده اهم بالنسبه للستات. ده اهم طبعا بالنسبه للستات، لان الراجل هو اكتر اللي بيهمه الشكل الخارجي، بس الستات طبعا بيهمها اكتر الشخصيه والحاجات دي، بس برضو في ستات بيهمها المظهر. يمكن من ناحيه بقى ايه، اشمعنى انت بتبص لي من بره ومهتمه قوي بالتفاصيل وبالجمال، طب انا كمان برضو
هيعجبني الشاب الحلو اللي شكله حلو، وهفرض عليك انك تكون انت كمان جميل عشان تكون جذاب بالنسبه لي. يعني جايز يكون ايه عملوها واحده بواحده. ايوه بس هو بالنسبه للاختيارين هنرجع تاني هنقول وهنقولها كذا مره، الشكل الخارجي دي حاجه ما بتدومش، سواء ليكي كبنت ان انت شكلك ده مش هيدوم، وسواء ليك كراجل شكلك ده مش هيدوم. فقرتنا خلصت بسرعه، فقرتنا خلصت بسرعه. فقره الحلوه ليه حظها مش حلو، وقلنا الاربع نقط للمفسرين ليه الحلوه حظها مش حلو. لكن استنونا بعد الفاصل في فقرة تانية وفقرة غنائية مع مطرب محمود عسلية. استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة عن الغنى والطرب. معانا مطرب ومغني، مش بس مطرب ومغني، لا احنا هنسمع قصته ونعرف حكايته. حكاية إنسانية قوي، وحكاية فيها يعني عارف كم من الإصرار والتحدي. هنعرفه أكتر ونسمعه ونعرف حكايته إيه. خلونا نرحب بالمطرب الجميل محمود عسلية. ازيك يا محمود؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، نورنا النهارده محمود. ده نورك، ده أنا يسعد الشرف طبعا. ازيك يا محمود؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ ده نورك، ربنا يخليك. احنا عايزاك بقى تحكي لنا انت بدأت قصة كفاحك ازاي؟ قولنا الأول، انت عندك كام سنة؟ 25 سنة. دارس بقى ايه؟ لا للاسف ما حصلش نصيب في الدراسه، كان اسباب برضو ماديه وكده، يعني ما قدرتش ان انا اوفق الدراسه عشان الظروف اللي عندي. فاعتمدت على نفسك وبدات تشتغل؟ اه طبعا. كل بقى المهن من البدايه خالص. شغلانه ايه بقى؟ يعني كانت اول شغلانه في المعمار وكده. بجد؟ من سن كام بدات الشغل؟ يعني 9 سنين. 9 سنين وانت بتشتغل؟ ما 9 سنين وانا كنت بشتغل في حاجه عندنا في الزراعه كده، في القطن والكلام ده. ياه، ده وانا في الارياف. 9 سنين ده صغير قوي. ما عاد بقى كنا بيعلمونا نعمل ايه وكنا بنشتغل في الحاجات دي. لا انا بقول لك يعني لما تكون بتشتغل وانت عندك 9 سنين، ده معناه ان انت عارف اللي هو عارف جواك كم من الرجوله والاعتماد على النفس كبير قوي. وعندك احساس بالمسؤوليه. هو طبعا انا عملت كده عشان ما للاسف ما يعني كان لازم ان انا اشتغل عشان اقدر اساعد في البيت عندي. ما كانش فرض. ده احساس بالمسؤوليه. على فكره كبير، يعني ان انت قررت ان انت تشتغل، ده احساس بالمسؤوليه. تمام. يعني في ناس بتوصل لسن كبير شويه ولسه طبعا ما اشتغلوش، مثلا يعني على سن ال 20 25، فبيبدا يحس ان هو مش قادر يشيل مسؤوليه بيت او عيال، او بتحصل. فانت شايل المسؤوليه من وانت عندك 9 سنين، معنى كده ان انت من صغرك وانت متربي وجواك تعرف ازاي تجيب الفلوس طبعًا. وتجيب القرش، وتعرف ازاي تعرف تفتح إنتو. بيت، يعني انت تشيل مسؤوليه. طبعا. امتى حسيت بقى ان انت صوتك حلو؟ بدات امتى تغني؟ يعني بصراحه ايام سعد الصغير. يعني دي ممكن ما حدش يصدق كلام زي ده طبعا، بس دي حقيقه فعلا. انا ايام من ايام سعد الصغير. التحيه طبعا. انا كنت كان سعد صغير لما طلع عمل اللي هو العنب العنب، فانا كنت بقعد برضه دندن والكلام دوت، لحد ما واحده واحده في ناس تقول صوتك حلو كده. الموضوع اتأجل شوية ورجعت تاني لموضوع الغنى لما لقيت الموضوع ما شاء الله بقى كويس، فحبيت اهتم بيه لان دي حاجة انا بحبها ونفسي اوصل لها. يعني اهتميت بيه ازاي؟ يعني ايه اللي يعني ازاي نميت موهبة الغنى؟ يعني ما لما لقيت نفسي بقى دندن ويعني يعني هي تقصد رحت المكان وبدأت تتعلم تشتغل على نفسك، ولا موهبة وانت بدأت بقى ايه اللي هو تسجل وتجرب صوتك، بدات تنزل حفلات؟ هي موهبه بس يعني ما كنتش قادر ان انا اوصل لمكان واسجل وكده. ما فكان مع اصحابك او كان مع اصحابي؟ كان مع نفسي اقعد ادندن بصراحه. يعني كان الحال اللي انا فيه ما مش قادر ان انا اوصل لحد، فكنت بغني لنفسي. احتبر بقعد اغني حزيني وعن الظروف اللي انا فيها ومش عارف اوصل لحد وكده، فكنت بقعد اغني. دلوقتي مع الامكانيات الحديثه والسوشيال ميديا وكده، في بقى تيك توك والحاجات دي، ما سجلتش بقى؟ ينزل فيديو وينزله. انا كذا حد قال الكلام دوت، بس انا للاسف ما عنديش الوقت. يعني انا عنده كل وقت شغل. حتى المكان إيه؟ انا شغال سواق حاليا. اوكي. شغال سواق وكده. لكن طبعا ما عنديش المكان اللي انا اقدر حتى اتمرن فيه او اغني، او قاعدين في مكان برضه ما يسمحش ان احنا نعمل صوت فيه عالي. ما انت ممكن مثلا تخلص شغل وتيجي بالليل يكون في نص ساعه قبل النوم او ساعه. تمام. وتبدا تسجل حاجه على التيك توك وكده، وده دلوقتي السوشيال ميديا سهلت جدا. وبعدين اكيد اكيد طبعا بالزبط. عارف حاجه زي كده، بس والله للاسف فعلا الموضوع صعب جدا بالنسبة. ان انا بصحى من 6:30 احتوار، بخلص شغل الساعه 11 12 ما بلحقش، فبتروح على النوم. فبروح على النوم فعلا، بنام يا دوبك بصحى الصبح على شغلي. يعني طب احنا عايزين نسمع منك حاجه بقى. اكيد طبعا.
في حاجه بقى بتاعتك ولا نسمع؟ تمام نسمع الاغنيه بتاعته وحاجه تاني مفيش مشكله. طيب نبدا بالاغنيه بتاعتك. نبدا باغنيه محمود عسليه نسمعها مع بعض. يلا دندن كده. ليلي 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 يا ليل اي حد هتيجي مع بغلط هيتحط معانا ويتظبط ياللي عايش فيها دور اللباط ابعد يلا عننا وبلاش مرض اي حلو جميل جاي تلاوح سهلة جدا مننا يتجرح شايف وشك العمور السمح ثانية واحدة معانا هيتخبط انا من حزب الرجولية فوق يا عيال المصلح جاية فيكم شفت سواد النية طافح على وششكم لا كل اللي بعيد كرف من جهته ده عادي يتخطف هنا في كلمتين تتنسف تتهانوا بسلامتكم ياللي فاكر الصيد بالمحلسة تبقى عبيط ودي حاجة كويسة فول عقلك ياض لها تتأذى أصلك انت عيل أونطة ما تتنحش تعالى خد لك صورة اتعودتها تطلع من الصورة غير كده هتكون نفسك مكسورة شغلتك دي معايا مش خلصة فخم محسوبكم درزاها أخصمي بس تحلاها بلد عاوز ذكر جواها يصرف معايا في مرة أسد وده خصم ابن مراته شرف في وسط إخواته وأنا نفسي أشوف جلباته قدامي بعرمة سيطر بقى ازاي قلتلي واحدة واحدة عشان خوفتني ده انت هلسة زميلي بتدني ومصلحتك حلوة تخصني فلت مني دماغي مغيببة يا ابن طنط الست المتعبة وانت من في البخت يا دي العبة انت مصلحك عشان الماني اشتاط على صاحب الزياد مرشد مع الزباط عرفك بلا حمطات ولا جبش يوم حقه يتغف انت شريط وتسف امك حرمة في ملف على قرشي بتكون ولف يا هالهولد زمنه انا البابا كلها شهده بكده حاجه اساسه كلها متاكده ومن صغر زميلي كيد العدا عشان ثابت انا على مبدئي ما تشغلش ده انا عكر دول انا مشتت التفكير الحمل تخصمني مفيش منك امل يلا عليا وعلى اعدائي يلا كل حلاوتك رقاه انت بتنسيني الخلقه لاجلك انا شطبت الشقه وخلاص مستنيكي ايوه مالي عليا الدنيا اصلي انت حبيبتي الغالي عاشق والله بموت فيكي. برافو حلو حلو لا صوتك حلو بجد ما شاء الله صوتك حلو ما شاء الله انا بغني الحمد لله طرب يعني مش بس يعني بغني مغني بغني طرب لا اصحابك وكل اللي بيسمعك مين بقى اللي كتب لك الاغنيه دي كلمات حوده الجوكر اوكي يعني حد معروف وحد كويس جدا وكاتب اغاني المطربين طبعا بس انا ملاحظه يا محمود من كلمات الاغنيه ان ما فيهاش اي كلمه جارحه او اي كلمه خارجه فانت ايه رايك في موضوع ان المهرجانات زمان كان برضو فيها كلمات مش لطيفه خالص هو الفكره واتهاجمت حبه بسبب الموضوع ده الفكره ان يعني ما كان الناس اللي طلعت الفتره اللي فاتت ما كانش عندها فكره ان في مثلا نقابه او في حد هيعلق على الالفاظ اللي بتتقال
فكان بيسجل الحاجه دي. طب لما حصل دلوقتي بقى ونقيب الموسيقيين استاذ مصطفى كامل بعد ما اداكوا التصريح وبقى فعلا معترف بالمهرجانات وكده، استاذ مصطفى مش يعني قدر فعلا يعمل حاجه كويسه، وقدر ان هو يلم الوسط الفني ويعني يعمل حاجه حلوه، وخد القرار الصح ان هو يدي الكرنيهات طبعا لبيت الزملاء. ايوه ادى تصريحات وكده بالظبط، تمام، وقدر فعلا يعني في تغيير. انت حاسس ان في تغيير؟ طبعا طبعا. بدا الاعتراف طبعا من ساعه ما نزل النقاب هو غير الموضوع تماما. اي يعني بعد ما كانوا متوقفين عن الشغل وقعدنا نروح الافراح والحفلات والحاجات، هو مصطفى طبعا من ساعه ما تمسك طبعا قدر ان يرجع الناس دي كلها، وبجد بنقدم له طبعا كل التحيه والتقدير طبعا على قرار زي ده فعلا. شكرا. طب نرجع تاني لاغنيتك، انت نزلتها على اليوتيوب؟ الحمد لله. جابت لك فيوز بقى وكده؟ لسه يعني عشان القناه من الصفر وكده. في حاجه قبل وقتنا ما يخلص بس بسرعه، عايزين نعرف قصتك والعمليات اللي احنا عارفين ربنا يا رب يعني يلطف. عملت حادثه في 2012. حادثه في 2012؟ عملت حادثه في 2012 ودي اثرت عليا في خلايا المخ وفي الذاكره، قعدت طبعا سنه بتعالج في المستشفى. دي عملت لي مشاكل طبعا في خلايا المخ والذاكره، ان انا ما اقدرش يعني احفظ تفتكر الحاجة مثلا او تحفظ. يعني انا يعني مأثره معاك في شغلك لحد دلوقتي؟ لسه مأثره معاك للاسف. المفروض ان انا بتعالج اصلا منها، بس برضو للاسف في يعني ما عنديش. طب دي حاجه زي كده مثلا حصلت لك ما خلتكش تقول طب خلاص بقى ما كملش غنى؟ لان موضوع الغنى طبعا لازم تحفظ الاغاني والكلمات. في الاول قلت ان انا مش هقدر ان انا اكمل، بس لما اكتشفت ان انا فعلا لسه فيها الحماس ان انا عايز اوصل للحلم، لا قلت هكمل، والحاجه اللي انا هعملها بطريقه ثانيه وكده هعرف اقولها. بس انت ما شاء الله حافظ الاغنيه. الحمد لله طبعا، بصراحه ما كنتش متوقع ان انا احفظها، بس بعد كده لما اتدربت وقدرت ان انا احفظها. بس انت بتدي رساله حلوه للشباب او لكل طبعًا بني ادم ان هو حتى لو حصل لك دروب انت لسه لازم تكون عندك امل وتكون مصر من جوه. طبعا انت عندك اصرار. لو في حد بيجري ورا حلم وبيجري وراه بخمس ست سنين وجيت في مره بقى يعني خلاص وقعت مش قادر توصل واتاجلت الموضوع سنه او اتنين، كمل بعد السنه والاتنين ان شاء الله ربنا يكرمك. طبعا الحلم ده شيء مهم جدا ان انت لازم تبقى انت مصدق فيه. طبعا طبعا الحمد لله انا مكمل وان شاء طب الله. طب ايه امنياتك بقى للسنه الجديده؟ يعني ربنا يوفقني في اغاني جديده باذن الله السنه الجايه. باذن الله باذن الله ربنا يوفقني ويكرمني ان شاء الله، هقدر ان انا اعمل حاجات ثانيه باذن الله يا رب. دايما من نجاح لنجاح، وربنا يشفيك ويعافيك دايما يا رب. نشكرك جدا، نورتنا في حلقه النهارده بجد جدا، وبنشكرك يعني. كنا بنتمنى الوقت يكون اكتر من كده واكبر من كده. لا انا شرفت بالوقت ده طبعا معاكم، وبجد كمل، وبجد انت عندك اصرار، ويعني كمل لان صوتك حلو ومحتاج ان انت تشتغل على نفسك اكتر واكتر، ويا ريت نسمع لك اغنيه جديده في السنه الجديده. ان شاء الله نستضيفك معانا مره ثانيه بالاغنيه الجديده. احنا لو قدرنا نسمع الاغنيه طبعا ميوزك هتعجب الناس جدا. اوكي هي للاسف مش معانا، بس يعني كده ولا كده لو سرشوا على اسمك يسمعوها. اوكي انا بشكرك جدا في نهايه الحلقه، بشكرك جدا، بنشكركم جدا في نهايه الحلقه، وبنشكر كل المتابعين وكل المشاهدين، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه يوم السبت الساعه 3. اشوفكم على خير. We'll be right back.